السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا صف ثاني. بالنسبة للمحاضرات احنا كملنا الريسبيراتوري سيستم، هسه عندنا محاضرة اللي هو النيرفس سيستم، يعني راح ناخذ النورمال هيستولوجي اوف ذا نيرفس سيستم. محاضرات بسيطة عبارة عن تو ليكتشرز. هسه عندنا هاي المحاضرة الأولى، وإن شاء الله عندنا بعد محاضرة ثانية ونكمل النورمال هيستولوجي اوف ذا نيرفس تيشو. بالنسبة للنيرفس تيشو، تعرفون أن النيرفس تيشو هو الأناتومي مالتي يتكون من سنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين أند سبينال كورد أند بيريفرال نيرفس سيستم، بالإضافة إلى عندنا سمباثيتك أند بارا سمباثيتك نيرفس سيستم. بيريفرال نيرفس سيستم طبعا كونسيست أوف جانجليا أند بيريفرال نيورونز. السنترال نيرفس سيستم قلنا هو يتكون من البرين أند سبينال كورد. هذا بالنسبة للأناتومي أو النيرفس تيشو، النيرفس سيستم اللي أنتم ماخذيه. إحنا اللي عندنا نحكي عن الهيستولوجي أو النيرفس سيستم أو النيرفس تيشو. أساس الهيستولوجي من يتكون النيرفس تيشو consist of network of the specialized cells. الخلايا تكون specialized cells، تكون خاصة حتى تنقل لنا النيورونال إمبلس. التركيبة مالتها أو normal histology consist of two types of the cells، الأساسيات اللي هو النيورون أو نسميه إحنا nerve cells and the neuroglial cells. يعني الهيستولوجي مال النيرفس سيستم بي عندنا بس النيورونز زين والنيوروجليال سيلز. النيوروجليال سيلز هي supportive tissue of the neurons أو nerve cells. الأساسية عندنا الأساسية أو يعني functional cell of the nervous system هي النيورونز. فأكو موجود عندنا 10 مليون نيورونز in the human being. The function of the neurons هو شنو وظيفة النيورونز؟ إنه يأخذ الـ stimuli from the periphery ويسوي له conduction. وين يودي؟ يودي إلى central sites، بعدين راح يجينا الجواب من الـ central sites أو central nervous system، راح يسوي له analyzation وبعدين راح يعطينا الـ desired response. يعني إذا صار مثلاً sensation، إنه أكو صار sensation of bare sensation مثلاً بالجلد bare sensation، من هو اللي راح ينقل الإيعاز مال البيرن إلى الدماغ؟ اعتياداً راح ينقل الإيعاز هو sensory neurons. هذه راح تنقل الإيعاز باعتيادك الريفلكس، إنه راح يجينا الريسبونس عن طريق الموتور نيورونز. هذا الموتور نيورونز راح تروح للمصل مثلاً تسوي الدروب أو تعطينا desired response. مثلاً إذا أريد نشوف شيء، فاعتيادي راح يجي عن طريق السنسر نيورونز، راح يحمل ترجمة من هذا الشيء اللي إحنا نشوفه يترجم بالبرين. مثلاً هاي الصورة شفناها إحنا شنية، وبعدين راح يجي response مالتها وهكذا. بالنسبة إلى classification of the neurons، قلنا إحنا functional cells اللي هي النيورون الأساسية بالنيرفس تيشو هي النيورون. النيورون نقدر نقسمها حسب المورفولوجي وحسب الفانكشن مالتها وظيفتها. بالنسبة إلى المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن، هو أساس النيورونز منين يتكون؟ يتكون من بودي أكو موجود بي all neurons. هسا راح ناخذ النورمال هيستولوجي أو النيورون. يتكون من بودي ويتكون من بروسيسز. بروسيسز هي الزوائد اللي تطلع من البودي. والبروسيسز هي تو تايب، أكو عندنا أكسون أكو عندنا دندرايتس. فحسبهم قسموا النيورونز، اكو موجود عندنا اليونيبولار نيورونز اللي هي بيها بس بروسيس وحده، طبعا هذا تكون فيري رير قليله، فهذا اليونيبولار نيورون اللي تحمل سنجل بروسيس واحد وهذا فيري رير. اكو عندنا الباي بولار اللي بيها تو بروسيسز اللي هو عباره عن اكسون اند دندرايتس، هذا نسميها احنا الباي بولار، يعني بيها بس تطلع من البودي مال النيورون اكو تطلع اكسون اكو تطلع دندرايتس، هاي باي بولر. اكو عندنا المالتي بولر اللي هي المور كمان اللي يكون بيها اكثر من ون من تو بروسيسز تطلع من البودي مالتها. يطلع عندنا الاكسون اللي هو عاده الاكسون ان اول نيورونز الاكسون اذا كان موجود فهو واحد، فيطلع من عندها اكسون ويطلع من عندها مالتيبل دندرايتس فتكون مالتي بولر. اكو عندنا سودو يونوبولار. هاي ليش نسميه احنا سودو يونوبولار؟ هي بالحقيقه كانما بولار، يعني يطلع من البودي بس بروسيس واحد، هذا بروسيس واحد بس بعدين راح ينقسم الى سنترال بروسيس والبريفرال بروسيس، ينقسم فيكون كانما سودو يونوبولار. سودو بس هو بالحقيقه راح ينقسم الى بريفرال اند سنترال. السنترال راح يروح للسي ان اس
والبيرفرال اللي هو يجينا من الريسبتورز. زين، هاي اذا قسمناه حسب المورفولوجي. اذا نريد نقسمه حسب الفانكشن into the sensory neuron. sensory neuron طبعا هذا راح ياخذ السنسيشن او الستيمولاي from the peripheral ويوديه للسي ان اس. زين، الموتور بالعكس راح ياخذ الامبلس او ياخذ الاعازات من السي ان اس يوديه الى الافكتور اورجنز، مثلا يوديه الى المصل. هذا يطلع من الفنترال هورن سيلز. الفنترال هورن سيلز تعرفوه، الفنترال هورن هو الهورن الامامي للسباينال كورد، فيطلع من عندنا الموتور نيورونز. السنسري نيورونز من تجي من البريفري وين راح تدخل؟ راح تدخل على البوستيريور هورن. الفنترال هورن راح يطلع من عنده الموتور نيورونز. اكو عندنا انذر تايب اوف نيورونز اللي هو الانتر نيورون، من اسمه هذا يربط ما بين السنسري اند موتور نيورونز، يعني يشتغل كانما سيركت بيناتهم، يربط بين السنسري يعني السنسيشن من يجي من السنسري نيورون يربط الانتر نيورون بالموتور نيورون حتى يطلع بعدين من السنترال نيرفوس سيستم يروح للبريفري. هسه نجي على الستركتشر اوف نيورون، مين يتكون من نيورون؟ طبعا الستركتشر الاساسي بالنيورون اللي هو السيل بودي. خلينا نشوف السيل بودي ايش موجود به. طبعا هذا هو normal histology or structure of the neuron consists of body and processes. وقلنا احنا ال processes اللي هي اهم شيء عندنا axon and dendrites. هذا طبعا الخلية هي multipolar لان طالع من عندها axon واحد وطالع من عندها multiple dendrites. هذين لازم يطلع من عندهم حتى شو نسوي؟ نسوي لنا function مال الكوندكشن هذا، يعني حتى تستلم الامبلس او تستلم الاعازات العصبيه وتوصلها للبودي. يعني الدينترايتس هي اللي تستلم الاعازات العصبيه توديها للبودي، والبودي وين يوديها؟ يوديها للاكسونز. فهسه نجي على النورمال هيستولوجي اوف ذا نيورون. قلنا احنا التركيبه الاساسيه عندنا هذا السنترال اللي هو البودي اوف ذا نيورون. البودي اوف نيورون من يتكون؟ عاده يتكون من سنترال لارج نيوكليوس، عادة الموقع مالت انه تكون سنترال لوكيتد وتكون لارج ودائما بيها بروميننت نيوكليولاي، تحمل بروميننت نيوكليولاي. واكو موجود عندنا بالبودي مالتيبل رف اندوبلازميك ريتيكولوم اللي نسميه احنا، هذه اكو موجوده. هذا طبعا الترا ستراكشر يعني تركيبه كبيره، هذه الترا ستراكشر يعني كانما شفناها بالالكترون مايكروسكوب، انه نشوف الاورجانيلز اوف ذا نيورون الخليه العصبيه من تتكون. طبعا فيها اكو نيوكليوس قلنا سنترالي لوكيتد وعاده تكون لارج، وداخل النيوكليوس اكو موجوده بروميننت او لارج نيوكليولس. زين، السراوندنج مالتها سراوندد باي طبعا اكو هواي رف اندوبلازميك ريتيكولوم. هذا الرف اندوبلازميك ريتيكولوم اللي نسميها احنا النيسل بوديز. نيسل بوديز عاده تكون موجوده بالبودي of neuron وموجودة بالدينترايتس، ما تقدر تنزل بالأكسونز، بالأكسون ما تكون موجودة. أكو موجود عندنا الجولجي كومبلكس اللي هو يكون قريب من النيوكليوس. أكو موجود عندنا مثلا الميتوكوندريا، هنا هاي الميتوكوندريا هم موجودة، طبعا هي مصدر الطاقة. أكو موجود هم الفيلمنتس اند مايكروتيوبيولز، هنا أكو مايكروتيوبيولز هذه تنزل على الأكسونز بالإضافة إلى النيوروفيلمنتس. ذني شنو وظيفتهم؟ النيوروفيلمنتس والمايكروتيوبيولز ذني يسوون هيكليه للنيورون، يعني يسوون سايتوسكيلتون، سكيلتون للنيورون. زين، بالاضافه الى انه يعتبرن ان اللي يسهلن عمليه انتقال الامبلس، يعني الاعازات العصبيه اللي يسهلها عمليه انتقالها. لان قلنا احنا الاعاز العصبي من راح يجي مثلا لنفرض انه هذا مثلا موتور نيورون واكو سنسر نيورون حمل له فد امبلس. هذه طريقه التواصل بين السنسر نيورون حتى ينقل الامبلس لهذا الموتور نيورون. شلون راح ينقله؟ راح ينقله عن طريق سباين موجود بالدينترايتس. هذا السباين هو السايت اوف ذا سينابتيك كونتاكت، يعني طريقه نقل الاعاز مثلا من سنسر نيورون او بريفرال نيورون حتى ينقل الاعاز الى هذه الخليه العصبيه عن طريق الدينترايتس، عن طريق هذا السباين. هذا السباين ينقل الإعاز
شنو اللي يسهل عملية انتقال الإيعاز هنا اللي يسهل لنا إياها؟ هو وجود هذه الميكروفيلمنتس، الميكروتيوبولز اند نيورونال فيلمنتس. راح تنقل الإمبالس خلال البادي اوف نيورون، بعدين وين راح يروح؟ راح يروح إلى الأكسون. من يروح إلى الأكسون المفروض إنه راح يسوي لنا المفروض الفانكشن، يعني الديزرت فانكشن، إنه صار عندنا اكو هيجي سينس، صارت اكو عندنا هيجي حاجة الجسم محتاج شي، إنه راح يجينا الإمبالس بعدين عن طريق الأكسونز. زين. بالنسبة للدينترايتس، طبعاً الدينترايتس هي branched tapering processes، يعني process تكون بها نهاياتها تكون مستدقة، لذلك الدايمتر مالتها ما يكون يونيفورم مثل الأكسون. اللي يغطيها تتغطى بالسباينز، وقلنا هي السباينز هي مكان السينابتيك كونتاكت، الإعازات العصبية تجي عن طريق السباين مال الدينترايتس. وظيفة الدينترايت إنه ياخذ الستيمولاي أو الإعازات من السنسوري سيلز وينقلها باتجاه البودي اوف ذا سيل أو نيورون، يعني يعتبر هو سايت اوف انفورميشن انبوت، يعني الانبوت مال الانفورميشن تدخل عن طريق الدينترايت. الاكسون يكون عادة سنجل، قلنا الاكسون لازم يكون سنجل، الدايمتر مالته يكون يونيفورم. زين، فما بي تيبرينج اريا، تيبرينج بارت مثل الدينترايتس، لذلك يكون يونيفورم دايمتر. زين، اكو مكان ارتباط ما بين البودي وما بين اكو هنا مكان اللي نسميه الهيلوك، هذا هو الاكسون وهذا البودي. الاكسون يرتبط ويا البودي عن طريق الاكسون هيلوك، يعني هذا المكان يكون مكان ارتباط البودي بالاكسون. هذا بي هواية مايكروتيوبولز وأكو موجود بي النيوروفيلمنتس حتى ينقل الإعازات العصبية من البودي إلى الأكسون. زين، عادة الأكسون إحنا نسميه هو النيرف فايبرز، يعني نيرف فايبرز اللي هو ال الـ 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 يعني هو الاكسون هو اسمه النيرف فايبرز اللي يقصد به النسيج او يعني الخيط العصبي. هذا عاده يكون محاط مايلين شيث. المايلين شيث هسه راح ناخذ بعدين المايلين شيث. اذا الاكسون بالسنترال نيرفس سيستم المسؤول عن المايلين شيث مالت الخليه اللي هي تسوي لنا الغمد النخاعيني، او المايلين شيث هي خليه خاصه نسميها الاوليجونيتروسايتس. لكن بالبريفرال نيرفس سيستم المايلين شيث اللي يحيط الاكسونز خلايا ثانيه اللي هي الشوان سيل، يعني المسؤول عن الغمد النخاعيني بالاكسون او بالنير فايبرز، المسؤول عن الغمد النخاعيني بالبريفرال نيرفس سيستم هي الشوان سيل، وبالسنترال نيرفس سيستم لا، خليه تختلف اللي هي الاوليجودنتروسايتس. اذا صار المسؤول عن المايلين شيث تو تايبس اوف ذا سيلز حسب موقع النيورون، الخليه العصبيه وين واقعه، المايلين شيث مالتها مسؤول عنها خليه خاصه. بالحقيقه انه الاكسون اذا صار بي كات وبقى البودي اوف ذا نيورون الايف، يعني ما صار بي ديجنريشن، فممكن انه تسوي لها بعد انذر اكسون، يعني تقدر البودي اوف نيورون ما دام هو الايف ما صاير بي ديجنريشن يقدر انه يسوي degeneration of the axon، فيجدد الاكسون اذا صار بي كاتس مثلا بحاله الامبيوتيشن او مثلا في حاله الانجري، اذا صار كات اوف ذا اكسون ماكو مشكله ما دام البودي موجود يقدر يسوي regeneration، بس اذا صار الكات او الدامج صار للبودي اوف ذا نيورون فما يصير بيها عاده لا multiplication ولا يصير بيها regeneration. زين، هسه بالنسبه للمايلين شيث قلنا احنا المايلين شيث هسه راح ناخذه وين؟ بالبريفرال نيرفس سيستم. البريفرال قلنا بالسنترال نيرفس سيستم المسؤول عن المايلين شيث هي الاوليجودنتروسايتس. بالبريفرال نيرفس سيستم المسؤول عن المايلين شيث، المايلين شيث يعني اللي تسوي لنا الغمد النخاعين اللي هو يحيط بالاكسون، لان الاكسون وظيفته مهمه فلازم يكون محمي. بيش ينحمي؟ ينحمي بخليه خاصه نسميها احنا الشوان سيل. زين، هذه الشوان سيل اذا كان المايلين شيث سمول فتجي بس مجرد انه يسوي انفاجينيشن، يعني الاكسون اذا كان سمول الدايمتر مالته فيري سمول
وهو اساسا النيورون من نوع الخليه صغيره والنير فايبر او الاكسون مالتها صغير ورفيع، فممكن انه يضمد نفسه بس مجرد انه بيدخل نفسه بداخل السيتوبلازم اوف سنجل شوان سيل. اوكي، يعني يدخل نفسه بداخل السيتوبلازم فممكن انه يوفر له بروفايد اوف، يعني راح يسوي له الحمايه. اوكي، اذا كان الاكسون فيري لارج، يعني اذا كان الدايمتر مالته لارج ولونج اكسون، فهذا يحتاج الى مور ذان 1 شوان سيل. زين، حتى طريقة انه راح تسوي للحماية راح تكون مختلفة. انه الشوان سيل ايش راح تسوي؟ راح تدخل نفسها اول شيء بهذا الاكسون، بداخل الاكسون تبدي تلف نفسها، تلف نفسها شلون كانما يعني خيط ونلف به، نلفه بالبكرة بالضبط. راح تبدي بالبداية زين، وبعدين راح تلف نفسها، تلف السيل ممبرين مالتها الى ان راح تسوي وورك اوف اكسون، يعني تحيط نفسها بالاكسون تماما. زين، الاكسون على طوله، يعني هذا الاكسون all the length المفروض انه يحاضر اكثر من 1 شوان سيل. يعني هسه هنا عندنا هذا شوان سيل حاطت هذا الجزء من الاكسون، تجي شوان سيل ثانيه راح تحيط الجزء الثاني من الاكسون، وهكذا. اكو منطقه تصير between two adjacent شوان سيلز، هذه المنطقة نسميها نود اوف رامبير، عقدة رامبير. هذه شنو وظيفتها؟ انه الامبلس من يجي يريد يمشي على طول الاكسونز، مثلا اجى فد اعاز عصبي يريد يروح الى مكان ما، مثلا يريد يروح للسنترال نيرفس سيستم، او هو طالع من السنترال نيرفس سيستم ويريد يروح الى الاورجنز او يروح الى المصل او يروح الى البريفري. طريقة انتقال الامبلس انه شلون راح يمشي؟ راح يكون هيك جمز، يعني يصير جم او امبلس بتوين ذا نود اوف رامبير، يعني يجي هنا اكو نود اوف رامبير وبعدين يجمز راح يروح لهذا النود الثانية. فهذه الحركة حتى توفر لنا اللي نسميها احنا سلتوتر كوندكشن، يعني تظل تجمز، انه الامبلس يظل يجمز بين النود اوف رامبير حتى يسوي لنا سرعة بالامبلس كوندكشن، يعني حتى الايعاز العصبي ينتقل بصوره سريعه. لذلك دائما نشوف احنا الريسبونس يكون سريع، يعني اللي يحترق مثلا بسرعه يجر ايده. هذا الشيء يحتاج الى انه الامبلس لازم يمشي بسرعه، فطريقه مشي الامبلس تكون جامبينج، يعني يقمز من نود اوف رامبير للثانيه وهكذا، فيصير عندنا انتقال الريسبونس سريع. هذا المايلينيشن بالبرفرال نيرفس سيستم قلنا يكون عن طريق الشوان سيلز، وطريقه الشوان سيلز انه هي تلف نفسها، تلف السيل ممبرين مالتها اراوند ذا اكسون. زين، هاي بالنسبه الى النيورونز، قلنا النيورونز هسه صار بي بودي، صار بي دينترايتس، صار بي اكسون. زين، الدينترايتس هي تاخذ الامبلس وتوصله للبودي اوف ذا نيورون، البودي اوف النيورون راح توديه للاكسون. الاكسون عاده يكون محاط مايلين شيث اذا كان لارج ورئيسي. زين، اكو عندنا موجوده اكسونز ان مايلينيتد، غير محاطه بالشوان سيلز، بس الشوان سيل عاده توفر لها الحمايه. خلصنا من النيورونز. بالنسبه الى الجلايال سيلز، شنو وظيفه الجلايال سيلز؟ طبعا الجلايال سيلز تعتبر هي، قلنا احنا النيرفس تشو يتكون من النيورونز and the neuroglial cells. النيوروغلايال سيلز تعتبر هي supportive of the neuronal survival and activities، تعتبر هي كأنما support، هي الحماية، هي الخلية اللي تحمي النيورونز، لأن النيورونز شغلتهم حساسة، فيحتاجون إلى support، يحتاجون إلى micro environment، يحتاجون إلى nutrition. فهذا السبورت كله يجينا عن طريق النيوروغلايال سيلز، عفوا النيوروغلايال سيلز. فالجلايال سيلز طبعا تجينا منين؟ من الامبريونيك نيورال بليت، يعني من النيورال كريست او النيورال بليت هي مصدر الجلايال سيلز. بالسنترال نيرفس سيستم الجلايال سيلز سراوندد بوث اوف ذا نيورونال سيل بوديز، عاده تكون محاطه بالسيل بوديز الجلايال سيلز. احنا ذني اذا صبغناها مثلا نيورال تشو، اذا صبغ بالهيماتوكسيلين اند ايوزين ستين، الجلايال سيلز كل البروسيسز مال النيورونال، هسه هذا هو البودي مال النيورونز. قلنا احنا شلون نعرفه انه تكون سنترالي هذا البودي؟
تكون بي سنترال لوكيتد نيوكليال، طبعا تكون لارج نيوكليال وذ بروميننت سنترال نيوكليولاي. هذا بودي، بودي مال النيورون زين، وهذا النيوكليوس مالته. ذني الزرق هن نيوكلياي مال جلايل تيشو مال السبورتيف تيشو زين. هاي النيورون اكو موجود عندها بروسيسز اللي هو الاكسونز اند دنترايتس، وهذه الجلايل سيلز او السبورتيف جلايل سيلز هم عندها بروسيسز، هم عندها زوائد، عندها بروسيسز. فمن ينتشر البروسيسز بهالشكل هذا راح يسوي لنا كانما نتورك، يسوي لنا مثل الشبكه نتورك. هذه هي كلها عباره عن كوندكتنج اوف ذا امبلسز، توصل الامبلسز شلون الوايرات، توصل الاعازات العصبيه زين. بالهيماتوكسيلين ايوزينستين تبدو كانما كولاجين فايبرز، هو ان اول تيشو اخذتوه انتم بالهيستولوجي كل التيشو السبورتيف اوف ذا تيشو هو الكولاجين فايبرز، مو صحيح؟ الكولاجين فايبرز تعتبر سبورت للابيثيليال سيلز. بالنيرفوس سيستم السبورتيف تيشو هو النيوتروبيل، النيوتروبيل هو شنو؟ هذا النيوتروبيل، النيوتروبيل هو البروسيسز اوف جلايل سيلز اند نيورونز. النيورون عنده دنتراكت وعنده اكسونز، والجلايل سيلز بانواعها هم عندها بروسيسز، فتبدو بالهيماتوكسيلين انتيوزين كانما كولاجين فايبرز. وهي حتى شغلها شغل الكولاجين فايبرز انه هي تعتبر سبورتيف، تسوي مايكرو انفايرومنت، تسوي نيوتريشن، وتسوي حمايه، بالاضافه الى الوظيفه المهمه انه تسوي سرعه بالكوندكشن اوف ذا ستيمولاي، يعني انه توصل الاعازات العصبيه حتى بسرعه يوصل الاعاز العصبي وينتقل للمكان المرغوب. زين، من راح نصبغها سبيشال ستين، طبعا هنا عندنا هذه هي نسميها احنا الجولد كلورايد، هذا صابغيها جولد كلورايد. عادة الجولد كلورايد ياخذ صبغة ذهبية لذلك يسموه جولد. هذا الشيء يصبغ لنا، يصبغ لنا البروسيسز اوف ذا جلايل سيلز اند نيورونال سيل. زين، الهيماتوكسيلين الشيء يصبغ لنا، يصبغ لنا النيوكلياي اوف ذا جلايل سيل. اوكي، يعني هسه ايش راح نشوف؟ راح نشوف النيورون، طبعا هذا البودي مال النيورون، اكو موجود بي اكسون، واكو يطلع من عده دنترايتس زين. هذه هي الدنترايتس اند اكسونز، اند اكسون المفروض اكسون واحد زين. اخذت صبغه الجولد كلورايد فبينت هسه زين. الهيماتوكسيلين ايش راح ياخذ؟ راح ياخذ النيوكلياي اوف ذا جلايل سيل. عندنا ماخذ النيوكلياي اوف جلايل سيل، هن بيهن بروسيسز والنيورون بي بروسيسز، فهذا بمجموعه راح يعطينا النيوروفيل. اوكي، فهذا هسه بين، بينما بالهيموتوكسين ايوزي بين شلون كانما كولاجين فايبرز. زين، هسه نجي نشوف شنو هي الجلايل سيل، ايش عندنا جلايل سيل؟ جلايل سيل طبعا هن ست انواع، اكو عندنا 6 تايبس اوف جلايل سيلز، كل وحده لها وظيفه. راح نبدأ بأول وحدة اللي هي الأوليغودينتروسايتس. الأوليغودينتروسايتس من اسمها أوليغو، it means dendro, it means tree. هذه هي بالضبط تشبه الشجرة. السبب وظيفتها قلنا الأوليغودينتروسايتس هي اللي توفر لنا الماينين شيث of axons in the central nervous system، بينما بالperiform nervous system الماينين شيث يجينا من الشوان سيلز. فهذا الماينين شيث عادة surrounded بس بطريقه غير هذا. اذا بالهيماتوكسيلين ايوزين الاوليغودينتروسايت تبين بهالشكل، بس النيوكلياي مالتها نشوفها عباره عن هسه هذه بالهيماتوكسيلين ايوزين النيوكلياي راح تاخذ صبغه الهيماتوكسيلين زين، فتبدو كانها سمول نيوكلياي، وهاي الخيوط اللي هي تشبه الكولاجين فايبرز هي عباره عن بروسيسز اوف ذا جلايل اند نيورونز زين. إذا نشوف الصورة مالتها بالحقيقة بالإلكترون مايكروسكوب أو بالتصوير هذا اللي هو الرسم، هذه هي الأوليغودينتروسايتس. شوف الأوليغودينتروسايتس شلون يسوي المايلين شيث أوف سنترال نيرفوس سيستم، يختلف عن الشوان سيل. الشوان سيل بالبرفرال نيرفوس سيستم نفسها تلف نفسها على الأكسون، بينما الأوليغودينتروسايتس ليش نسميها إحنا الشجرة؟ راح تودي هوايه مايلين
مايلين شيث، يعني ما يستوي مايلين شيث تطلع، يعني هسه هنا مطلعه بروسيس مسويه مايلين شيث اراوند بارت اوف اكسون اوف ذا نيورون. زين هنا شو مسويه؟ مطلعه مايلين شيث حايط بارت اوف ذا اكسون، هنا انذر بارت اوف سيم اكسون، هنا مطلعه مايلين شيث على اكسون ثاني، هنا مطلعه على اكسون رابع، وهكذا. فالاوليجودينتروسايتس راح تسوي انه لي سميناها احنا مثل التري على مود شنو؟ اطلع هواية مايلين شيث يكون بارت اوف بارت اوف ذا اكسون اوف ذا نيورون. زين فيحيط نفسه حتى يسوي غمد نخاع عيني للاكسون اوف ذا نيورون بالسنترال نيرفس سيستم. زين هذا عاده يكون وين موجود؟ موجود بالوايت ماتر اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. فليش يعطي هذا اللون لما تكون موجوده الاوليجودنتروسايتس بالوايت ماتر؟ لان هذا اللي المايلين شيث مالتها عاده يكون بليبيد كونتينتس فيعطي اللون الابيض. لذلك احنا بالبرين اذا اخذ لها مقطع نشوف الوايت ماتر اكو منطقه بيضاء والجراي ماتر. الجراي ماتر عاده ايش موجود بيها؟ موجود بيها البودي اوف ذا نيورونز. الوايت ماتر المكان الابيض موجود ب هذه الجلايال سيلز، لان الاكسونز المايلين شيث مالتها عاده عباره عن ليبيد فيكون لونه ابيض، وجودهم بالبرين يسوون الوايت ماتر. زين فوظيفه الاوليجودنتروسايتس انه تسوي مايلين شيث اوف ذا اكسونز. بالنسبه للاستروسايتس، استرو معناها النجم، تكون خلايا نجميه. الاستروسايتس عاده تكون سمول سيل عندها multiple processes، هواية عندها زوائد. زين وعادة تكون موجودة بالفراغات، ست الفراغات ما بين النيورون. شوفون هسه هذا النيورون، هذا body of the neuron، هاي النيوكليوس مالتن، هذا النيوكليولوس. زين هذا الاكسون مالتن، شوفون الاكسون مالتن محاط مايلين شيث مال اوليجودنتروسايتس. زين هنا الاستروسايتس راح تكون موجوده هنا تسد الفراغات بيناتهم. زين فتعتبر سبورت، تعتبر كوندكتنج، لها هواي وظائف. الاستروسايتس بطبيعتها اول شيء هي اكثر خلايا موجوده بالسنترال نيرفس سيستم، اكثر انواع الخلايا الموجوده هي الاستروسايتس. زين الوظيفه مالتها هواي، لها وظائف، عندها عده وظائف، وظيفه واحده عادة تحيط تسوي بلاد برين بارير، تحيط بالبلاد فيزلز، وعندها هواية وظائف. هي تملي الفراغات ما بين النيورونز. اوكي؟ زين وعندها مالتيبل بروسيسز، لذلك يسموها الخلية النجمية أو الأستروسايتس. زين. الأبندايمال سيلز هم نوع من الجلايال سيلز، هذه عادة تكون كيوبويدال تو كولمنر سيل. هذه الخلايا الابندايمال سيلز وظيفتها انه هي تبطن الفنتركلز اوف ذا برين وتبطن السنترال كانال اوف ذا يعني بالسباينال كورد. زين فاذا هي مبطن السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد اند فنتركلز اوف ذا برين. هذا ايش موجود بيها؟ موجود بيها بطبيعتها هي ليش تكون مبطنه؟ اول شيء اكو موجود بيها سيليا بالابيكال بارت مالتها، اكو مالتيبل سيليا. طبعا هذه السيليا شو تسوي؟ تحرك السي اس اف سيربروسباينال فلويد، تبدا تحركه حتى منين تطلعها؟ تطلعها عن طريق من الفنتركلز، تحركه تودي الى سنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. فاكو بيها سيليا، بالاضافه الى انه موجود بيها بالابيكال بارت تيوبيولز حتى تسوي ابزوربشن اذا صار زياده بالسي اس اف. اذا هي تنظم حركه السي اس اف الموجوده بداخل الفنتركلز، تنظم حركته وتنظم الكميه مالته حتى لا تصير بزياده، من يصير بزياده تسوي بي ابزوربشن. زين. الابندايمال سيلز عاده تكون مرتبطه بالابيكال بارت، هنا اكو فد كوندكشن بيناتهم، بس هنا تختلف عن الابيثيليال سيلز كون انه البيزل لاير مالتها تكون فري ما بيها بيزمنت ممبرين، يعني هاي لو لايننج ابيثيليوم كان المفروض الخلايا كلها على يمن يستندن، يستندن على بيزمنت ممبرين، لازم اخذ ممبرين قاعدي يستندن عليه كل الخلايا. بالسنترال نيرفس سيستم اكو بيه النهايات عصبيه، يكون اكو بيه البروسيسز، هذا البروسيسز وين يوديهن؟ يوديهن حتى يتصلن بانذر نيوتروبيل، يعني شكو بروسيس ثاني يروحن يتشلن بيه. مثلا هسه هاي الصوره هنا مثلا رايحات وين؟
رايحات around the blood vessels. هذا الـ process مال الـ appendymal cells. هاي بالنسبة للـ appendymal cells. الميكروغيليا. الميكروغيليا هي طبعاً هم تكون أقل من الأوليغوديتروسايتس وأقل من الأستروسايتس. هي صحيح glial cells، نعتبرها glial cells، بس هي تختلف عنهم. هي طبعاً تكون small cell، زين؟ تكون متوزعة هم بالفراغات of the central nervous system. أكو موجود بها neutrophil أو أكو موجود بها processes، والprocesses مالتها عادةً تكون small، زين؟ هذه الخلية أول شيء حتى البروجينيتر سيل مالتها تختلف عن البقية كونها تجينا منين؟ تجينا من المونوسايتس، يعني شغلها والأوريجين مالتها بالضبط تشتغل شغل الماكروفاج and another antigen presenting cell. زين؟ فهي مو مثل بقية الخلايا، كنا ذا نيجن كلها نيجن من الإلياك من النيورونال كريست أو النيورونال بليت. المنشأ مالتهم يعني الامبريولوجي مالتهم. هذه الامبريولوجي مالتها او البروجينيتر سيلز مالتهم هم يجن من البلاد. وظيفتهم بالضبط يعني هم يجن من المونوسايتس، وظيفتهم بالضبط يشتغلون شغل الماكروفاج. انه هي تظل تفتر، طبعا الخليه هي هاي المايكروغيليا. هم موجوده بالفراغات بالبرين مثلا بالسباينال كورد يعني بالسنترال نيرفوس سيستم. موجودة من الفراغات عبارة عن small cell تكون بالهيماتوكسيلين and ايوزين. ممكن نميز انه بيها dark nuclei. النيوكلياي مالتها صغيرة وتكون dark. الفيلمنت مالتها تطلع من عتها او البروسيسز مالتها او النيوتروفيل مالتها يكون من نوع very thin. زين، وظيفتها انه تكون تسبح ويا CSF تمر الفراغات هنا وتسوي scanning for all damaged tissue او microorganism. اذا وظيفته انه يسوي سكاننج للمايكروارجانيزم and for any foreign invaders او مثلا necrotic cell فسوي لها engulfment. يعني بالضبط وظيفتها وظيفه الماكروفاج. وحتى الاوريجن مالتها يختلف عن الاوريجن مال البقيه. هاي بالنسبه للمايكروغليا. زين، هذه الخليه. الخلية الخامسة اللي هي الشوان سيل. قلنا احنا الشوان سيل تشتغل شغل الأوليغوديتروسايتس بالسنترال نيرفوس سيستم. الشوان سيل عادة تكون موجودة بالبريفرال نيرفوس سيستم. وظيفتها انه تسوي المايلين شيث اوف اكسونز بالبريفرال نيورونز. بس هي مو مثل الأوليغوديتروسايتس. الأوليغوديتروسايتس قلنا هي تودي المايلين شيث وتسوي له وارت تحيط بال اكسون بحيث انه ممكن تحيط باكثر من النيورون. الشوان سيل لا، هي وحدها يعني هي بس كامله تحيط نفسها، راح تحيط يعني تسوي كانما شلون هسه هاي بالضبط نفس البكره. هاي كانما بكره وهاي الخيوط انه تبدي تتصل بالاكسون وبعدين بالسيل ممبرين تفر السيل ممبرين مالتها الى ان تندفع للنيوكلياي. راح تقع هنا النيوكلياي وهي راح تسوي very thick myelin sheath around the axon of the peripheral neurons. هسه هذا موجود المفروض انه النيورون بالبريفرال نيرفوس سيستم مو بالسنترال نيرفوس سيستم. اوكي؟ وطبعا هي تاخذ part of the axon تجي بصفها another schwann cell تاخذ لها الجزء اللي بصفها تجي another schwann cell تجي another schwann cell. يعني هذا الاكسون منا لهنا نحاط كم schwann cell؟ هذا واحد اثنين 3 4 5 6 7 هاي 7 شوان سيل حاطن بس هذا البارت اوف اكسونز. يعني معناها هوايه اكو شوان سيلز بالبريفرال نيرفوس سيستم. قلنا الفراغ اللي يصير ما بين شوان سيل وشوان سيل هذا نسميه نوت اوف رامبير، عقده رامبير واكيد تعرفوه. وقلنا هذا وظيفته انه الامبلس، لنفرض انه هذا اذا كان سنسر نيورون المفروض انه الامبلس يجيني من البودي ويروح يوديه للسنترال نيرفوس سيستم. لو نفرض هذا سنسر نيورون، طريقة انتقال الامبلس انه تجي تقمز ما بين النود اوف رامبيرز حتى تكون اكو سرعة بانتقال الستيميولاي. زين، هاي بالنسبة إلى الشوان سيل. الخلية الأخيرة عندنا اللي هي نسميها احنا الساتلايت سيل. الساتلايت سيل عادة تكون موجودة بالجنجليا، مثلا هذا البوستيريور روت جنجليا.
هاي الجانجليا اكو مش موجود بيها، اكو موجود بيها طبعا بودي اوف نيورونز، اكو موجود بيها اكسونز. شوفون هسه هاي الاكسونز سراوندد باي شوان سيلز، زين، وهاي الفراغات الموجوده بين الشوان سيلز. هنا عندنا البودي اوف ذا نيورونز عاده بالروت جانجليا اللي هاي مثلا هاي بوستيريور روت جانجليا، البودي مال الشوان مال النيورون يكون يعني لارج، زين، فهذا يحاط بسمول ساتلايت سيلز. شوفون ايش قد موجود، يعني يحاط يعني كاملا. شوفون هاي سمول ساتلايت سيلز، سمول ساتلايت سيلز يعني حالقه داير ما دايره. هاي تعتبر هي سبورتيف للنيورونز، زين، نيورشينج اند ريجوليتينج ذير مايكرو انفايرومنت. هي تعتبر مايكرو انفايرومنت. هاي بالنسبه الى الهيستولوجي of the neuronal cells.